هحتاج للصمغ العربي، وده بيكون شكله. الصمغ العربي ده بنجيبه من عند العطار، بيكون متوفر ومش بيكون غالي خالص، وده بيكون كنز من الفوائد لصحة البشرة وكمان الشعر. أول خطوة بقى بعملها دلوقتي إن أنا بجيب الصمغ، طبعا بيبقى صلب جدا، فبجيب بقى أي حاجة صلبة ممكن تكسري بيها، بتكسريه في الأول على قد ما بتقدري لغاية ما يبقى حبيبات ناعمة بالشكل ده. بعد كده بقى باخد حبيبات الصمغ العربي اللي أنا كسرتها دي وأحطها بقى دلوقتي إما في الكبة أو في مطحنة التوابل، وبطحنها بقى لغاية ما تبقى بودرة ناعمة جدا على قد ما بتقدري يعني. فما ينفعش بقى ان انا احط السمغ العربي وهو صلب او حبيباته كبيره كده على طول في الكبه او في المطحنه، لان التاكيد طبعا هيكسرها، فالافضل ان انا اكسرها بالشكل ده وبعد كده بطحنها. وده بيكون بقى شكل السمغ العربي بعد ما طحنته بقى في مطحنه التوابل لغايه ما بقت بودره ناعمه على قد ما قدرت بالشكل ده. بجيب بقى برطمان من الازازه، انا غسلته كويس جدا ونشفته، ويفضل كمان ان هو يكون معقم. بتحطي بقى في كميه من الميه المغليه تغطيه من كل الجهات، وبعد كده بترفعيه على فوطه وتسيبيه لغايه ما يجف تماما. وسواء بقى عقمتيه او غسلتيه لازم يكون جاف تماما، ما يكونش فيه ولا نقطه من الميه عشان الزيت ما يفسدش. بعد بقى ما غسلت البرطمان ونشفته كويس جدا، هضيف بقى فيه دلوقتي 3 معالق كبيره من البودره اللي انا طحنتها. هضيف بقى دلوقتي على البودره في البرطمان مقدار 1/3 كوباية من الزيت، وانا هنا هستخدم زيت اللوز الحلو، ولو مش متوفر بقى عندك تقدري تستبدليه باي زيت يكون متوفر عندك، او حتى تقدري تستخدمي زيت دوار الشمس العادي اللي احنا بنستخدمه في الطبخ، لان الزيت ده بيكون خفيف جدا على البشره وكمان على الشعر. هضيف بقى دلوقتي كمية الزيت كده على البودرة في البرطمان. بسم الله. بعد ما ضفت بقى كده الزيت في البرطمان، هبتدي بس بخلط المكونات كده كويس مع بعض عشان اتأكد ان البودرة اندمجت تماما في الزيت. بعد كده بقى هغطي البرطمان وهحطه بقى دلوقتي في حمام مية سخنة. حمام المياه السخنة بقى بيكون عبارة عن طبق بحط بقى فيه كده كمية من المياه المغلية، ويفضل يعني ان المياه دي تغمر كل كمية الزيت بس ما توصلش لاخر البرطمان عشان المياه ما تدخلش جوه الزيت وبالتالي الزيت هيفسد، مجرد بس ان احنا نغطي الكمية اللي موجودة جوه البرطمان. هسيب بقى البرطمان كده في المياه المغلية لغاية ما المياه دي تبرد تماما، ولما تبرد بقى هشيل البرطمان وهرفع المياه مرة تانية على النار لغاية ما تغلي، وبعد كده هحط برده فيها البرطمان وهسيبه لغاية ما المياه تبرد تماما. هكرر بقى الطريقة دي كده 3 مرات، في كل مرة هسيب المية لغاية ما تبرد تماما، وبعد كده هغليها تاني واحط برضو فيها البرطمان واسيبه لغاية ما يبرد. بالشكل ده اكون عملت له حمام المية السخنة 3 مرات. بعد بقى ما هتعملي حمام المية السخنة للمكونات دي 3 مرات، هتلاحظي بقى ان المكونات دي بقت دافية، وبالتالي بقى بفعل الحرارة المكونات دي كلها تندمج مع بعض، وبالتالي هتنزل كل فوائدها في الزيت، والزيت بقى هياخد كل خواص وفوائد البودرة دي، وبكده هيكون اخدها بطريقة صحيحة جدا من غير ما نغليها على النار او حتى نعرضها للنار نهائيا. غطيت بقى كده البرطمان وهحطه بقى في اي مكان في المطبخ، في اي درج يعني، المهم انه يكون مكان مظلم او معتم ما يوصلش ليه اي ضوء، وهسيبه بقى بالشكل ده لمدة اسبوع، وممكن حتى تقدري تسيبيه لغاية شهر، يعني من اسبوع لغاية شهر، وكل ما هتسيبيه لمدة اطول كل ما هيديكي نتيجة افضل كمان. بس بتراعي بقى ان خلال مدة التخزين دي ان انت كل يومين او 3 ايام ترجي البرطمان كويس جدا، او ممكن تفتحيه وتقلبيه بمعلقة تكون جافة تماما، مجرد بس ان انت بتخلطي المكونات مع بعض وبعد كده بتغطيه وتحفظيه تاني. الطريقة دي بتساعد ان كل المكونات دي تندمج بشكل افضل، وكمان تنزل فوائدها بشكل اسرع كمان. وده بيكون بقى شكل الزيت بعد ما سبته لاطول فترة ممكنة. شايفين بقى لون الزيت اتغير ازاي، واخد نفس لون البودرة الموجودة فيه، وبالتأكيد كمان اخد نفس فوائدها. بعد بقى ما بفتح كده البرطمان بجيب معلقة تكون جافة تماما، وبقلب بس المكونات كده قبل ما اصفيها، مجرد بس ان هي تندمج. بعد بقى ما قلبت الزيت كويس، هبتدي بقى دلوقتي اصفيه باستخدام مصفى سلك تكون ضيقة جدا، والافضل كمان لو استخدمت قطعه من القماش او الشاش عشان تعصري بقى الزيت كويس وتستخلصي كل كميه الزيت، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اي بوايه من البودره. صفيت بقى كده خلاص كل كميه الزيت، والبوايه اللي انا صفيتها من البودره دي انا مش بتخلص منها لانها بتكون غنيه جدا بالفوائد دي. بتضيفي بقى عليها معلقه صغيره من الحليب المجفف او دقيق الرز او حتى السكر الناعم، وتفركي بيها الوجه وكامل الجسم، وتركزي على الاماكن الجافه والدكنه والاماكن كمان اللي فيها تجاعيد، بتكون سكراب هايل لتفتيح البشره وترطيبها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعه. وده بيكون بقى شكل الزيت بعد ما صفيته. شايفين بقى شكل الزيت، نتيجته هايلة، كمان ريحته حلوة جدا. الزيت ده بيكون قنبلة من الفوائد. هجيب بقى كده طبق وابتدي بإضافة المكون الأول، وهو مقدار معلقة كده من الكريم المرطب. هضيف بقى كده على معلقة الكريم المرطب مقدار معلقة كده من جل الصبار. هجيب بقى دلوقتي الزيت اللي انا جهزته في الاول، وهبتدي بقى اضيفه بالتدريج على خليط الكريم وجل الصبار. هبتدي في الاول باضافه معلقه من الزيت، وبعد كده هضيف بالتدريج اثناء الخلط لغايه ما بحصل على قوام كريمي ناعم، وما تستعجليش في اضافه الزيت عشان قوامها ما يبقاش سايل. هبتدي بقى كده باضافه معلقه من الزيت،
وهبتدي بقى كده بخلط المكونات دي كويس مع بعض لغاية ما بتندمج تماما ويبقى قوامها كريمي. وكل ما احتاج بقى زي ما قلت هضيف بالتدريج في الزيت لغاية ما بتحصل على القوام المناسب. هضيف كمان معلقة كده من الزيت، ضفت بقى كده كمان معلقة وهكمل بقى خلط المكونات كويس. تقدري كمان تخلطيها بالمضرب اليدوي عشان تحصل على قوام كريمي بشكل أسرع يعني، وهيديكي كمان نتيجة أفضل. شايفين قوامها بقى ابتدى يتغير ازاي؟ هفضل بقى اضيف كده في الزيت بالتدريج اثناء الخلط، وبعد كده اوريكم شكلها النهائي. عايزه اوريكم بس شكلها اثناء اضافه الزيت، ممكن اثناء الخلط كده وانت بتضيف الزيت تلاحظي انها فصلت معاكي بالشكل ده، ده بيكون عادي جدا، بس مع استمرار الخلط بقى هتلاحظي ان قوامها ابتدى يتماسك تاني وبقت كريميه. انا حبيت بس اوريكم الخطوه دي، وبعد كده اوريكم شكلها النهائي بعد خلطها لمده كافيه. خلطت بقى كده المكونات لمده كافيه مع اضافه الزيت بقى بالتدريج، شايفين بقى قوامها اول ما بتخلطيها بقى لمده كافيه بتلاحظي ان الكريم بقى ناعم بالشكل ده، كمان قوامه وريحته من اروع ما يكون. تفضلي تضيفي بقى بالتدريج اثناء الخلط بالشكل ده، بس طبعا ما تبلغيش في اضافه الزيت عشان الكريم بعد كده ما يفصلش. كمان قوام الكريم ده انت تقدري بقى تتحكمي فيه، لو عايزاه يكون اتقل من كده يعني تضيفي كمان معلقه من الكريم، ولو عايزاه يكون ناعم جدا تقدري تضيفي كمان معلقه من جل الصبار. تقدري تضيفي بقى المكونات اللي انت محتاجاها اثناء الخلط وتتحكمي بقى في قوام. بجيب بقى علبه نظيفه انا غسلتها كويس جدا وجففتها، لازم تكون جافه ما يكونش فيها ولا نقطه من الماء عشان الكريم ما يفسدش. بعد كده بضيف بقى فيها الكريم وبقفل عليه العلبه وبحتفظ بيه عادي خارج التلاجة، يكون صالح للاستخدام لغاية ما تخلص كل الكمية. حتى لو عملتي بقى منه كمية كبيرة هتفضل برضو صالحة للاستخدام لغاية ما تخلص كل الكمية. وبما ان بقى الكريم ده بتكون ليه مدة صلاحية طويلة، فهيكون فكرة مشروع مربح جدا من البيت، بس حاجة ضرورية جدا لازم تراعي في عمل الكريم ده ان تكون المكونات اللي انت استخدمتيها في عمله تكون صلاحيتها جديدة ولسه طويلة، عشان برضو تكون مدة صلاحية الكريم طويلة، لان مدة صلاحيته هتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات المستخدمة في عمله. كل ما كانت جديدة وصلاحيتها طويلة كل برضو ما تكون مدة صلاحية الكريم طويلة جدا. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. يفضل بقى ان انت تستخدمي الكريم ده على بشرة تكون نظيفة، يعني لازم تغسلي بشرتك في الاول كويس جدا وتجففيها، ويفضل كمان استخدامه بعد استخدامك للغسول، لان كل ما كانت بشرتك نظيفة كل ما هتكون مهيئة انها تستفيد كويس جدا بمكونات الكريم. بعد كده بقى هتاخدي من الكريم وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الايدين، وهتركزي على اماكن التجاعيد والترهلات زي منطقة الجبهة ومنطقة حول العين ومنطقة حول الفم. كمان تقدري تستخدميه على منطقة الرقبة، هيخلصك من اي تجاعيد او ترهل موجود في المنطقه دي، وتقدري تعملي منه كميه كبيره وتستخدميه برضو لكامل الجسم، وتركزي على اماكن التجاعيد والترهلات، واي منطقه كمان تكون جافه او داكنه زي منطقه الاكواع والركب هيفتحها جدا وكمان هيرطبها. هتبتدي بقى تدلكي الكريم بحركات خفيفه جدا، هتعملي مساج او تدليك باطراف اصابع ايديك لمده 3 او 4 دقائق، والخطوه دي بتكون ضروريه جدا لانها بتساعد برضو على امتصاص البشره لكل فوائد الكريم ده. بعد كده بقى بعد ما بشرتك هتمتصه تماما هتسيبيه بقى على البشره من بالليل لغايه الصبح، والصبح بقى تغسليه في الاول بالميه الدافيه وبعدها بالميه البارده، وبعدها ترشي بشرتك بماء الورد او ممكن ترطبيها بزيت اللوز الحلو او زيت الورد، ولو انتي حبيتيش تغسلي بشرتك ده بيكون عادي جدا. هتداومي بقى على استخدام الكريم بنفس الطريقه دي كده على البشره بشكل يومي عشان تاخدي منه افضل نتيجه، يعني هتستخدميه كل يوم. المداومه بقى والانتظام على استخدام الكريم ده نتايجه بالنسبه لك هتكون خياليه، من افضل انواع الكريمات الطبيعيه اللي ممكن تستخدميها للعنايه ببشرتك. الكريم ده بيحتوي على فوائد الصمغ العربي، والصمغ العربي ده بيرطب البشره وبيقلل من ظهور البقع والكلف والحبوب والرؤوس السوداء، وبيفتح البشره جدا وبيوحد لونها، كمان بيحمي من اضرار اشعه الشمس، وبيكون بقى فعال جدا في شد البشره والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعه، فبيحافظ على بشرتك دايما تكون شابه ونضره مهما كان عمرك. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.